تحياتي. أعلنت إدارة برشلونة المؤقتة أنه انتخابات رئاسة النادي حتكون في تاريخ 24 يناير 2021، وهذا تغيير مهم حيجي في وقت صعب على برشلونة ماليا وإداريا، مع توقعات بتزايد حالات كورونا في أوروبا مما بيستبعد عودة الجماهير في إسبانيا لفترة أطول. ولكن بعيدا عن الإدارة وشؤونها، كان في هناك خبر قبل أيام، باريس سان جيرمان عم بيتفاوض مع ليونيل ميسي للتعاقد معه مجانا. خبر نفاه والد ليونيل ميسي طبعا زي ما بنعرف، وقال عنه أخبار مزيفة. على كل حال، ما زال هناك كلام في إنجلترا عن مانشستر سيتي ومحاولاته لضم ليونيل ميسي، والإنتر أكيد ما زال بيتمنى جمهوره يتحقق الحلم بالتعاقد مع ليونيل، وهذا طبعا بيخلي النجم الأرجنتيني في موقف أخلاقي صعب للغاية. فهو منذ أن تمرد وأرسل الفاكس طلبا للرحيل، خلى أعضاء برشلونة يتحركوا بسرعة ويجمعوا تواقيع حتى يطرحوا الثقة بالرئيس بارتوميو اللي في النهاية تم إجباره على الاستقالة لعيون ليونيل ميسي. فهل يستطيع ميسي أخذ قرار مثل الرحيل مجانا بعد هالتضحية الكبيرة من الجمهور لعيونه؟ الجمهور اللي مستعد يعمل أي شيء حتى يحافظ على ميسي يرتدي قميص برشلونة حتى آخر يوم في مسيرته. قرار أخلاقي صعب بينتظر ليونيل. مش متخيل ردة فعل الجماهير لو فعلا كان قراره الرحيل رغم كل هذا.